أهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسة الصباحية مباشرة من صفحة تكمل العربية على فيسبوك، معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهري. في بداية هذه الجلسة خلينا نحذركم من المخاطر اللي موجودة عنا بسوق الفوركس أو بأسواق المال بشكل عام. وطبعا مثل ما تعودتوا علينا بجلستنا الصباحية بنمر على أبرز الأزواج والعمليات الرئيسية اللي موجودة عنا على منصة التداول. بكل بساطة بهذه الجلسة رح أتكلم شوي صغيرة على التحركات القادمة، ونتكلم شوي صغيرة في البداية عن العملة الأوروبية الموحدة اللي هي ممكن تكون عم تعطيني، إذا بتكون إشارة واضحة إنه ممكن يكون عندي إشارة انعكاسية بأسواق المال. أستاذ أحمد صباح النور، نورت، أهلا وسهلا فيك. خلينا لكن نشوف أنا وياكم أبرز التحركات. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. في البداية اليورو دولار، العملة الأوروبية الموحدة، وهل يا ترى هذا الارتفاع اللي عم نشهده نحن على اليورو دولار، هل يا ترى هو ارتفاع تصحيحي، أو هل يا ترى بعده إذا بدكم الاتجاه بعده اتجاه عام صاعد، ولكن نحن القاعان عم نسجلها أعلى من بعض البعض بشكل مفاجئ. اليورو دولار العملة الأوروبية الموحدة، ما في شك أنه الارتفاع من مستوى 111.27 ارتفاع تصحيحي، واللي بيمثله إذا بدكم أو اللي بيأكد على هذه الموجة التصحية هو شكل هذا النمط اللي هو مثلث ميل على ارتفاع. على طول صرتوا تعرفوا وبشكل يومي بتعرفوا أنه نحن تواجدنا إذا بدكم الدائم بقرب العملاء وخاصة من شركة تكمل، طبعا هذا شيء بنتميز فيه. والتغطيات اليومية إذا بتلقطوا بس فكرة من كل تغطية أو بكل يوم تاخدوا فكرة معينة بشكل عام، ممكن تكونوا فكرة عن موجات اليوت، ممكن تكونوا فكرة عن الباترنز أو الأنماط اللي ممكن تشاهدوها بسوق الفوركس. بكل بساطة طبعا رح إذا بتكون حدد السيناريوهات المفترضة من وراء ارتفاع اليورو دولار بهذا الشكل، بعدنا مصرين على أنه الارتفاع تصحيحي، يعني نحن نتوقع تكمل اتجاه الصاعد على المدى الوسط للقصير لزوج اليورو دولار. وإنما إذا في حال بدنا نفكر بهذا الموضوع، ما في شك أنه وقف الخسارة رح يكون فوق آخر كم تم تسجيله عندي اللي هو مستوى 112.65. تمام، هلا كثير من المضاربين بيقولوا لي طب انه نحن ممكن هذا الارتفاع يكون بشكل ليدنج دياجونال، يعني على طول المثلث ميل على ارتفاع، ممكن يكون الموجه رقم واحد. شو يعني؟ وهذا الشيء مهم جدا، ارتفاع الموجه رقم واحد بشكل مثلث ميل على صعود، هذا بدل على انه الموجه القادمه ممكن تكون ضخمه جدا، يعني موجه هبوط لزياره اخر قاع للمثلث اللي هو مستوى 111.67. تمام، خلينا احدد لكم هذا السيناريو مهم جدا، 111.67 على زوج اليورو دولار راح تكون هذه المنطقه مغريه جدا للتفكير بالسيناريو القادم المتوقع. يعني عم نتكلم نحن على ارتفاع ضخم جدا من مستوى 111.67، ارتفاع من هذه المستويات لزياره مستوى 112.65 أقله، عندي 100 نقطة ارتفاع ممكن نستفيد منها بزوج اليورو دولار إذا في حال دخلنا بصفقات شراء من المستوى المحدد اللي هو مستوى 1.1167. بالنسبة لي هذا هو السيناريو الأفضل، هذا هو السيناريو اللي نحن بنحبزه كتحاليل تقنية. لا، ما في شك أنه التقلبات عم تكون ضخمة، ما في شك أنه دونالد ترامب عم بيتدخل بأمور لا تعني بالاقتصاد، يعني رئيس الجمهورية عادة ممكن يتصرف بعدة أمور، ممكن يتصرف إذا بدكم بأمور بتفيد البلد طبعا، إن كان بالهيلث أو بالهيلث كير، يعني عم نتكلم إذا بدكم الصحي، يعني إن كان بالمستشفيات بهول الأمور، يأمن إذا بدكم طبابة لشعبه، يأمن طرقات بنية تحتية إلى آخره. ولكن دونالد ترامب عم بيتدخل بأمور سياسية اقتصادية ليس إذا بدكم له الحق أن يتدخل بهذا المجال، لأنه لما يجي يتكلم على رفع فائدة، طب عندك بنك الاحتياط المركزي التابع للولايات المتحدة، هو اللي بيقرر قرار الفائدة، هو اللي بيقرر إذا في حال اقتصاد الولايات المتحدة عم يتحسن على المدى الوسط للطويل، ليعرفوا كيف ممكن يرفعوا أو يختاروا أرقام الفائدة بكل بساطة. هلأ نحن ينعاد على الجميع طبعا رمضان مبارك، بتمنى لكم شهر، يعني استاذ ماستر اوكي حبيبي اهلا وسهلا فيك، نورت الجلسه. استاذ احمد، الاسترالي دولار اكيد رح نمر عليه، الباوند فرانك، اليورو، نيوزيلندي والكندي، اكيد تكرم عينك. لكن اليورو دولار كنا مرينا عليه اوكي، وعم نشهد اذا بدكم هلا تراجع اليورو دولار، وكنت قلت لكم انه زياره مستوى 1167 رح تكون مستويات مغريه للشراء. خلينا نمر على الاسترالي دولار، اي يو دي يو اس دي،
يعني بكل بساطه الاسترالي دولار من وراء افتتاح فجوه سعريه ضخمه جدا تحت خط الدعم اللي هو هذا الخط، كان عندي بعض اذا بدكم التقلبات الاكثر من ضخمه واكثر من خطيره على الاسترالي دولار، وخاصه على الاسترالي دولار على هذه المستويات، بما انه طبعا الكعان اذا بدكم ابتدت تتثبت على مستوى 0.70 50، هل يا ترى راح تقاوم هذا الارتفاع؟ هل هذا المستوى 0.70 50 رح يقاوم الارتفاع اللي عم نشهده الآن على الأسترالي دولار، أو هل يا ترى طبعا هي منطقة فقط وسطية أو بيفوت بوينت تلقب؟ شو يعني بيفوت بوينت؟ لما نجي نتكلم نحن على الرقم متوسط، أو خلينا نقول متوسط متحرك moving average، طبعا أنتوا بتعرفوا بتدخلوا على منصة التداول تضغطوا على الانديكيتورز على المؤشرات بتدخلوا متوسط متحرك 20 10 50 100، ممكن تدخلوا متوسطين يلا تنتظروا التفافهم مع بعضهم البعض او اختراقهم. فبكل بساطه هذه اشاره ايجابيه او سلبيه للسوق. وانا لما نتكلم على بيفوت بوينت بنتكلم على رقم السوق مهما ارتفع ومهما انخفض لازم يرتد على هذه النقطه اللي هي بتكون نقطه وسطيه للسوق. فمستوى 0.70 50 للاسترالي دولار هو البيفوت بوينت. عند ارتفاع الاسترالي دولار فوق هذه النقطه بنشوف ارتداد، انخفاض تحت بنشوف ارتداد، فوق ارتداد، تحت ارتداد. فبهذه الحالة البيفوت بوينت هو الرقم أو هو المستوى اللي على طول الأسترالي دولار عم يتداول بقربه. هلأ بالنسبة لنا طبعا مش يعني أنه ما رح نقدر نحدد اتجاه معين، لا أبدا، ولكن نتوقع أنه بشكل بسيط أنه نحن لازم ننتظر إشارة معينة، لازم ننتظر تأكيد confirmation activation أنه يغلق السوق فوق هذه المستويات بشمعة اندفاعية ضخمة جدا تابعة لفريق الثيران، لا نختار فرص الشراء أو العكس صحيح، ننتظر شمعة ضخمة جدا لا تابعة لفريق الدباب بشمعة حمراء لندخل بصفقات بيع. يعني أتوقع أن هذه المرحلة الأفقية إذا في حال أنا بدي أعطيكم رأيي الشخصي، أتوقع وباستعمال فيبوناتشي ودمج موجات إليوت فيها، أتوقع أنه زيارة مستوى 100% مغري جدا للشراء اللي هو هذا المستوى، مستوى 0.69 13. انا من هذا المستوى يعني بفضل انه ابتدي ادخل بصفقات شراء 0.69 13، هذا المستوى المنتظر للاسترالي دولار اذا في حال انخفضنا له راح ادخل بصفقات شراء، غير هيك ما راح افكر بسيناريو مفترض على الاسترالي دولار، غير هيك بفضل انه اختار عمله اخرى، بفضل انه اختار رسم بياني اخر واخذ اذا بدكم تحاليل افضل منه او اشارات افضل او اوضح من الموجوده على الاسترالي دولار. اوكي، الباوند فرانك اليورو النيوزيلندي والكندي، باوند فرانك جي بي بي سي اتش اف، شو عم بيصير بالجي بي بي سي اتش اف يا جماعه؟ بكل بساطه كنا قلنا انه ممكن تكون الموجه بي، هذه الموجه او هذا الارتفاع تكون عم تتلقب بالموجه بي، وباستعمال فيبوناتشي طبعا وصلنا الى مستوى اكيد ل 88.2% اكيد من الواضح، وافتتح السوق فجوه سعريه. طيب هلا نحن بكل بساطه هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها والمستويات اللي وصلنا لها اللي هي على هذه الكم من المفترض كانت انه ما تحصل عنا، ولكن بحكم انه كان عندي تقلبات ضخمه اللي هي النون فارم بايرول قلنا ماشي الحال رح نمشي الامر، وبالتحاليل التقنيه ما لازم نكون دقيقين جدا، ممكن انه نغض النظر عن بعض الاختراقات الوهميه، عن الفولس بريك اوتس، عن الامور اللي ممكن تعطيني اشارات خاطئه، ولكن هذا الموضوع هون بالنسبه للجي بي بي اي دي ما في شك انه الارتفاع هو بشكل تصحيحي. يعني اي محلل تقني اي محلل لا يمكن اذا بدك اختيار او تحديد ها ويف دبليو ويف اكس ويف واي اللي هي 1 2 3 4 و5، يعني اتوقع انه هذا الارتفاع بالفعل هو تصحيحي وما حدا بيقدر يقول غير هيك، لا اظن انه ممكن اي محلل يقول انه هذا الارتفاع اندفاعي، لا اظن، فاتوقع انه ممكن السوق بكل بساطه يرجع يبتدي بموجه هبوط على المدى الوسط للقريب بجلسات القادمه ان شاء الله، مع وقف خساره ممكن تعرضه فوق اخر قمه تم تسجيله عنا اللي هو مستوى 134 20 1.3420، هذا هو وقف الخساره او الستوب لوس اللي ممكن انك تعرضه. اذا في حال قادر انك انت تمتد اكثر واكثر بوقف الخساره وتعطي شويه مجال اكثر للسوق، طبعا ممكن ترفع 50 نقطه اقله فوق هذا الرقم، وطبعا بحيث انه الاسترليني
دولار يعني جي بي بي يو اس دي او عملة العملة البريطانية وجودها مع اي زوج بالوقت الحالي هو يعني المخاطر فيها مرتفعة. تمام، لانه بحكم انه طبعا هذا شهر ماي هو اخر شهر او اخر امل لتيريزا ماي كرمال للتصويت لبريكزيت ولا خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. فبكل بساطه هذه المستويات اللي عم نتكلم عليها للجي بي بي يو اس دي او لبعض معظم العملات الرئيسيه اللي تتضمن جي بي بي، فاتوقع انه تكون اذا بتكون عاليه المخاطر والفولاتيليتي فيها مرتفعه. بالنسبه لليورو واليورو نيوزيلندي والكندي، باوند فرانك، باوند يورو، باوند نيوزيلندي، استاذ احمد كيف طلبتم مني انت؟ باوند فرانك واليورو نيوزيلندي والكندي، اليورو نيوزيلندي، اليورو نيوزيلند. اوكي، هذا اليورو نيوزيلندي. اليورو نيوزيلندي شو عم بصير عندي؟ من ورا معطينا اشارة سلبية ونمط احتوائي، رجع السوق اخترقها. يعني بطلت هيدي موجة تصحية، أصبحت موجة إذا بدك اندفاعية أو تصحية بشكل irregular. طيب خلينا نزيد على أعدادات فيبوناتشي، مستوى 125% 1.25% اللي هو مستوى 125%، ومستوى 25% هو المستوى اللي نحن بنستعمله لتحديد موجات irregular تلقب أو موجات غير اعتيادية. هذه الموجات للأسف للأسف الشديد عم تحصل عنا بكثرة. تمام، يعني سوق الفوركس انتم بتعرفين انه كل سنة عم بيكون اصعب من سنة، اسواق المال اللي تقدر تستفيد منها عم تكون اصعب يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة. فبكل بساطة لتصير اصعب عندك نوعين او طريقتين السوق ممكن يتبعها. اول شغلة ممكن يسجل موجات كومبلكس معقدة، موجات معقدة او مراحل افقية ضخمة جدا، فبهذه الحالة ممكن انه تكون او يكون السوق عم بيقدم اذا بتكون بعض الصعوبات للمضارب ليقدر يستفيد منها. هيدا اولا. ثانيا بكون عم بيؤدي الى موجات غير اعتيادية. شو يعني؟ يعني اذا في حال انت وصلت على قمة معينة وتوقعت الانخفاض على سبيل المثال هذه القمة، وتوقعت انه السوق لازم ينخفض ورجع وصل وارتفع السوق، لازم انت تقول كحد اقصى ممكن السوق يوصل الى مستويات 80% من الانخفاض أو 76% من الانخفاض أو 50% يعني كموجة تصحية وتكملة اتجاه الهابط. فللأسف السوق عم بكفي هذا الارتفاع وعم بيوصل إلى مستويات 125% في بوناتشي يلي هي تلقب موجة غير اعتيادية ما قبل الانخفاض. فبتلاحظ أنه هذا الارتفاع ولا جميع إذا بتكون المؤشرات بتكون عم تعطيني أو عم بتسجل فولس بريك أوت، يعني مش من المفترض كان انه السوق يسجل قمة اعلى من القمة السابقة. تمام، يعني من المفترض كان انه يسجل قمة ادنى. فبهذه الحالة لما يرتفع السوق يسجل قمة اعلى، انت بتقول انه والله السوق بعده باتجاه عم صاعد. لا، مش بالضرورة، وانما السوق اصبح عم بيسجل موجات غير اعتيادية للموجات التصحية، وهذا اذا بتكون من اكثر الامور اللي ممكن يستصعبها المضارب لاختيار او لمعرفة هذه الاتجاهات القادمة. هيدا بالنسبة طبعا لموجات اليوت، وبالنسبة لدمج موجات اليوت مع فيبوناتشي، وهذا بالنسبة لإلي أهم التحاليل اللي ممكن نحن نقوم فيها اللي هي دمج هذه الاستراتيجيتين مع بعض على البعض. بالنسبة لنا أسعار النفط شو عم بيصير فيها؟ أسعار النفط أتوقع أنه ممكن يكون عندي إذا بدكم بعض التقلبات، ولكن الارتفاع وارد. يعني هلا النفط وعند وصوله الى مستوى $60 كنا تكلمنا عليه انا وياكم، وكنا تكلمنا على ارتفاع اسعار النفط وانخفاض الدولار الكندي. فما في شك انه ارتفاع النفط ابتدى يحصل اذا بدكم هذا الاتجاه. هلا على رسم بين 30 دقيقه كمضاربه ما في شك انه نحن عم نصحح الموجه الرابعه. يعني الارتفاع كان على الشكل التالي، الموجه رقم 1 تمام هون wave i او الموجه رقم 1 خلينا نسميها wave 2 wave 3 wave 4 اللي هي iv wave 5، وهذا يعني ارتفاع خمس موجات يلقب بالموجه رقم 1، هون الموجه رقم 2 و3. تمام، فبهذه الحاله نتوقع انه هذا الانخفاض هلا على اسعار النفط يكون محدود
وتنتهي إذا بتكون هذه الموجة التصحية قرب مستوى ال 61 60 أو ال 61 50، ونبتدي الارتفاع بالموجة الخامسة سوري عفوا لتسجيل الموجة رقم 1، ومن ثم ثلاث موجات تصحية لرقم 2، ومن ثم ارتفاع للموجة رقم 3. فطبعا لكل الأشخاص اللي بيقوموا بدراسات موجات إليوت بيعرفوا انه الاتجاهات المفترضة الارتفاعات والانخفاضات عم بتكون بشكل إذا بتكون شوي معقد. ف يعني شوفوا انا كيف قدرت حلل هلا ارتفاع انخفاض ارتفاع انخفاض ومن ثم ارتفاع. طب هذه فقط من خلال موجة إليوت. لكل الاشخاص اللي بيكونوا عم بيستثمروا بسوق الفوركس، اذا في حال سالوا اي شخص اي مضارب اي محلل شو رايك بالنفط، بقول لهم ارتفاع. تمام، السوق بينخفض ما قبل الارتفاع، هون ممكن يخسروا. السوق لو ارتفع ممكن يطمع ما يغلق الأرباح، يرجع السوق يصحح نفسه، ساعتها ممكن يغلق على خسارة أيضا ما قبل الارتفاع. فبدك تعرف أنه لو حتى نحن نتوقع الارتفاع على أسعار النفط، بدك تعرف أنه الارتفاع بده يكون على الشكل التالي، بده يكون ارتفاع انخفاض ثلاث موجات تصحية، ارتفاع للموجة رقم 3 ومن ثم 4 ومن ثم 5. وهذا هو إذا بدكم يعني سيكولوجية السوق، سيكولوجية التداول عند المستثمر اللي بتعكسها الشموع اليابانية، هي طبعا تابعة لنفسية المضارب والمتداول. تمام، والارتفاع والانخفاضات هي بكل بساطة بتعكس المخاوف، وبتعكس إذا بدكم يعني حتى قوة القلب عند المضارب. يعني لما نرتفع نحن بالموجة رقم 3 اللي هي الموجة الأسرع والأكثر اندفاعا، هون بيكون المستثمر كان مصر على قراره ومصر أنه يرتفع بالسوق، تمام، ويدخل بصفقات شراء. ولكن لما نبتدي نحن بالموجات التصحية، الموجة الرابعة على سبيل المثال، والتقلبات الضخمة بشكل مثلث خلينا نقول، أو مرحلة أفقية، هون بهذه الحالة بيكون في عنا شيء يلقب بالأنسيرتينتي، أو بالعربي خلينا نقول يعني ما عنا اتجاه أو ما عنا قرارات واضحة بالنسبة للدخول أو اختيار صفقات شراء أم بيع. فبهذه الحالة بالنسبة لنا طبعا نتوقع أنه ارتفاع النفط يكون عم بيضغط بشكل سلبي لا الدولار كاد ولا زوج الدولار كندي. ابتدينا بجلسة المسائية انخفاض لزوج الدولار كاد، وعم بتلاحظوا من آخر كمة لآخر قاع طبعا هذا الانخفاض كان بشكل 5 موجات، وأكثر من واضحة انخفاض السوق بشكل 5 موجات على الدولار كاد 1 2 3 4 5. أتوقع 3 موجات تصحية هلأ لو زيارة مستوى 134.50، إن شاء الله رح نعزز مراكز البيع وصفقات البيع، لنبتدئ إذا بدكم بضغوطات سلبية أكثر وأكثر بجلسة القادمة. بالنسبة لي حابب أنه أعرض أمر معلق بالبيع على زوج الدولار كندي على مستوى 134.50، أمر معلق بالبيع بنصف عقد 0.5 pending order سلمت order 1.3450، وهذا هو أمر المعلق بالبيع لا الدولار كاد. إذا في حال ارتفع وصل إلى هذه المستويات إن شاء الله رح نعزز مراكز البيع. أوكي استاذ مهدي، نعم ممكن يسجل السوق قمة أعلى من القمة السابقة وبشمعة قوية جدا، ولكن أصبح السعر منهك، يعني زخم الارتفاع أو المومنتوم ضعف، فبهذه الحالة هي إشارة انعكاسية. ولكن بدك تحددها، بدك تعرف أنت أنه هذا هو السيناريو اللي عم يحصل، تمام، كرمال تقدر أنت تختار فرص بيع، وعم بتشوف السوق عم يسجل لك قمم أعلى من قمم سابقة، فبهذه الحالة بدك تكون أنت عارف شو عم بيصير، بدك تكون محدد هذه الموجة، بدك تكون عارف انه ممكن السوق عم بيكون عم بيسجل الريجولر ويف، عن هيك بدك تسجل او تعرض وقف خسارتك فوق مستوى 125% اللي هو مستوى فيبوناتشي اللي نحن منضيفه على اعدادات فيبوناتشي كرمال نقدر ناخذ ارقام او اهداف بالموجات الغير اعتيادية او الريجولر ويف، تلقب بالريجولر ويف. اوكي، هيدا بالنسبة للدولار كاد. استرليني دولار، تراجع الاسترليني دولار من وراء موجة اندفاعية، تقلبات uncertainty على استرليني دولار. لا أتوقع أنه ممكن أي مضارب أو أي محلل يقدر يحلل أو يعطي أراءه بالاسترليني دولار. هلأ بالنسبة لنا في عندي خطوط دعم، أول نقطة دعم اللي كانت هذه النقطة اللي هي عم نتداول تقريبا بقربة هلأ، هذه القمة الثانية اللي هي طبعا ممكن نوصلها على مستوى 130.70،
هذه القمة الثالثة اللي هي مستوى 130-40. فأتوقع إذا في حال اخترقنا هذا المستوى نكفي اتجاه الهابط ومن ثم الهبوط أكثر وأكثر. طبعا الضغوطات السلبية الأكثر رح تجي إذا في حال اخترقنا مستوى 130-40. 1.3040 هو الخط الفاصل بين السيناريو الإيجابي والسيناريو السلبي. وطبعا إذا لا سمح الله اخترقنا مستوى 130-40 رح ننهار للاسترليني دولار، وطبعا نتوقع موجات اندفاعية قادمة لزيارة كنعان وتسجيل كنعان جديدة. أوكي alright. أستاذ مهدي، الذهب، أسعار الذهب أتوقع أنه إذا في حال بدنا نبتدي بموجة هبوط يا جماعة بده يكون عندي سيناريو أكثر من رائع. خلينا ناخد شوية فيبوناتشي على أسعار الذهب. 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5. يعني أتوقع أستاذ مهدي أنه ممكن يكون عندي بعد ارتفاع لأسعار الذهب. هلأ نحن بكل بساطة على المدى الوسط للطويل كنا تكلمنا على ضغوطات سلبية لسعر أوسة الذهب، ولكن من وراء نمفر بيرول ومن وراء هذا الارتفاع الضخم اللي شاهدناه على أسعار الذهب أتوقع أنه بدنا نعد موجات اندفاعية وليست تصحية. 1 2 1 2 3 4 5 wave 3، الموجة رقم 3، الموجة الرابعة، وأتوقع ارتفاع الموجة الخامسة. هلأ نحن بكل بساطة للأشخاص اللي حابين يدخلوا بصفقات بيع، القمة الأخيرة اللي تم تسجيلها عندي اللي هو مستوى 1283.80 1283.80 هذا هو وقف الخسارة لتعزيز صفقات البيع من المستويات الحالية. تمام، هذا إذا في حال بعدك مصر على الضغوطات السلبية. أنا شخصيا أستاذ مهدي بفضل أنه نوصل بالتراجع لزيارة مستويات 1276-1278 لندخل بصفقات شراء. فأنا بفضل شخصيا ننتظر الانخفاض لنرجع نفكر بصفقات شراء. أسعار الذهب ومن وراء صفقات الاندفاعية صرت أنا كموجات أليوت على رسم بين اليومي أو الأسبوعي حتى عم بفكر، هل يا ترى هذا المثلث اللي دخلنا فيه على رسم بين الأسبوعي، هذا المثلث اللي دخلنا فيه على رسم بين الأسبوعي وبتحديد الموجة بيج أي ومن ثم الدخول بمثلث أي بي سي دي وإي اللي هي خمس موجات ضمن المثلث، هذا هو إذا بتكون أو هذه هيكلية المثلثات، هل يا ترى ويف إي قد انتهينا منها برأيك؟ أو ممكن بعد ننخفض بعد أكثر لزيادة مستوى 1240 ما قبل الارتفاع. اللي عم جرب فكر فيه أنه على المدى الوسط للطويل نحن نتوقع، وكنت تكلمت على زيارة مستويات مستوى 1475 لسعر أوسة الذهب، فأنا على المدى الطويل خلال سنة 2019 إن شاء الله حابب أن نشوف سعر أوسة الذهب عم تتداول قرب كمم، عم تتسجل لنا أكثر من 5 أو 6 أو 7 سنوات ما شفناها، اللي هي مستوى 1475، مستوى 1525، مستوى 1600 دولار لسعر الأونصة. فبالنسبة لألي ويف إي بفضل أنه أنتظر انخفاضة ووصول أسعار الذهب إلى مستويات مغرية للشراء وأدخل بصفقات شراء على أنه بعد فكر بصفقات بيع. يعني بجلسة أمس كنت عم فكر فيها ولكن ما عرضت على الجميع كرمال لأتأكد وأكون متمكن من السيناريو اللي عم بتكلم عليه على أسعار الذهب، ولكن أنا بالنسبة لي بفضل تراجع أسعار الذهب، ما أدخل بصفقات بيع لأرجع أعزز مراكز الشراء. هيدي بالنسبة لأسعار الذهب. بالنسبة لنا ما في شك أنه هذه الموجة بعدها تعتبر مثلث ميل على هبوط، وبكل بساطة وبامتياز هي موجة تصحيحية، موجة تصحيحية لاتجاه عم صاعد. طب أنا ليش لا أخذ المخاطرة؟ ليش لا أخذ المخاطرة وأرجع أختار صفقات بيع وممكن بأي لحظة نخترق الاتجاه العام الصاعد ونسجل شيء اسمه continuation trend. continuation trend هو لما نحن نعمل أو تكملة الاتجاه اللي هي نحصل عليها من وراء نمط ومن وراء pattern الفولينج ويدج، أو من وراء نمط يلقب إذا بدكم بالبانانت. شو يعني البانانت؟ إذا ندخل على جوجل يا جماعة، pennant البنت، شوفوا البنت هو مثلث بولش بنت وبارش بنت. شو يعني هو مثلث؟ بيعطيني او بيسجل لي اذا بدكم سيناريات هابطه وصاعده او تكمله اتجاه او خلينا نقول continuation trend. فمن المتوقع اذا في حال السوق عم يرتفع ودخل ببانند او بمثلث
على هذا الشكل، من المتوقع أن نتوقع تكملة اتجاه الصاعد، والعكس صحيح، من وراء هبوط مثلث تكملة اتجاه الهابط. غدا بجلسة غدا بـ 8 ماي، يعني غدا نهار الأربعاء إن شاء الله، عندي جلسة طبعا مجانية، ما تنسوا تدخلوا وتتسجلوا فيها على صفحة تكمل العربية على فيسبوك. هذه الجلسة المجانية رح تكون عم نتكلم فيها عن المثلثات والاختراقات، واللي هي بالنسبة لي من أفضل الاستراتيجيات التداول. المثلثات والاختراقات رح أدخل بتفاصيلها أنا وياكم كرمال نحدد الموجة الاندفاعية والتصحية، ونقدر نختار أو نقدر ننتظر البريكاوتس أو الاختراقات، لا إذا بدكم الاستفادة من الموجات الاندفاعية اللي ممكن نحصل عليها من وراء الدخول بمثلثات. فتابعوني بجلسة غدا، فوتوا تسجلوا واحجزوا أماكن كرمال جلسة غدا اللي هي جلسة مجانية طبعا. بالمبدأ راح تكون على الساعة 6 أو 7 بتوقيت السعودية، فما تترددوا وتدخلوا وتحجزوا مقعدكم على هذه الجلسة اللي بالنسبة لي من أفضل الجلسات. وأنتم بتعرفوا بجلسات اليومية على طول بتكلم عن المثلثات، على طول بتكلم على بالانس، على نفق ميل على انخفاض، على مثلثات ميل على هبوط، على مثلثات ميل على ارتفاع، فولينج ورايزينج واج، هول الأمور اللي على طول بتكلم عليها. طب ما هي على طول هي إشارة، هذا النمط أو هذه الأنماط هي إشارة. بكل بساطة ما في شيء اسمه، خلينا نقول شيء يعني ممكن انه نفكر فيه او له ابعاده مثل ما بيقولوا. اذا في حال بالسابق او قديما كان عندي رياح شمالية رياح جنوبية، لما تصادموا مع بعضهم البعض امطرت، تمام، صار عندي مطر. اتوقع بالمستقبل لما نشوف رياح شمالية رياح جنوبية اتوقع احتمال تساقط امطار. يعني سوق الفوركس او اسواق المال او الانماط او الباترنز او الشموع اليابانية نفسها، إذا بالسابق كان عندي هذا النمط وعطيني إشارة إيجابية، أتوقع بالمستقبل أنه إذا في حال التاريخ عم يعيد نفسه نتوقع نفس الإشارة. فنحن بسوق الفوركس أو بأسواق المال ما تاخده بعين الاعتبار أنه في شيء خلينا نقول ثابت أو في نمط ممكن لازم ناخده بعين الاعتبار على طول، كل ما نشوف هذا النمط لازم يحصل عندي هيك، لا، ولكن احنا بنجرب انه بكل بساطة نرسم الأنماط بشكل دقيق كرمال نحدد إذا هل يا ترى هي مثلث أو هل يا ترى هي بانند أو فولينج ويدج. طب ليش لها عدة أسامي؟ لأنه أنت ممكن كمضارب تشوف أنه هي على طول مثلثات ولا، لكن ممكن يكون عندها عدة أشكال حسب الموجات داخل هذا المثلث. كم موجة؟ 5 موجات، 3 موجات، 12 موجة، أوكي؟ فبكل بساطة هيكلية الأنماط بتأثر. أستاذ محمد، طبعاً هي رح تكون مسجلة أكيد ومعروضة على صفحة تكمل العربية على فيسبوك، لا تكن هم، طبعاً كل شيء مسجل وموجود، ممكن ترجع تحضرها بأي وقت لاحق. جيرمان داكس المؤشر الألماني، تم تغطية الفجوات السعرية بالضبط بالضبط. إذا بتلاحظوا هذه الفجوة السعرية، تمام، رجع غطيها بالضبط وابتدأ ينخفض منها. هل يا ترى المؤشرات الأمريكية طبعا رح تتأثر بالجيرمان داكس وتبتدي بالتراجع أيضا؟ هل يا ترى هذه موجة تصحية انتهينا منها، نتوقع موجة تصحية ثالثة ما قبل الارتفاع؟ هل يا ترى هذا الموجة الصعود هي ارتفاع؟ لا يمكن تحديدها. المؤشرات الأمريكية والجيرمان داكس وجميع المؤشرات والإندكسز عم بيعطوني إشارات غير منتظمة متقلبة، بنصحكم عدم الدخول فيها أو عدم الاستثمار بالمؤشرات. بالنسبة لي طبعا وشخصيا الاتجاه بعده اتجاه عم صاعد، ما حدا يفكر بالدخول بصفقات بيع. أنا اللي رح أكون عم بعطيكم سيناريوهات إيجابية أو سلبية بجلسات القادمة إن شاء الله، لأنه نحن نتوقع انهيار للمؤشرات الأمريكية خلال سنة 2019، تمام؟ ولكن ممكن يكون عندي بعد تسجيل قمم جديدة. هلا بالنسبة لي للأس بي 500، ما في شك انه في فجوة سعرية ما تم تغطيتها، وكل الأشخاص اللي عم يشوفوا رسم البيانة على رسم بيانة تقريبا 4 ساعات عم بيقولوا لي عندي نمط احتوائي أو هذه الشمعة الانعكاسية أو هذه الشمعة إذا بدكم السلبية اللي هي نتوقع 3 موجات تصحية، لازم ندخل بصفقات بيع. طيب تمام، ولكن نحن الأنماط الاحتوائية بندخل فيها وبناخدها بعين الاعتبار، ولكن مش لما يكون عندي فجوة سعرية يا جماعة. لما يكون عندي فجوة سعرية بتمنى منكم ترجعوا تتريسوا وترجعوا تنتظروا السوق وتنتظروا إشارات أوضح وأوضح. خليكم عم تتداولوا بتروي. السوق هذه السنة صعبة، السوق الأسواق المالية صعبة جداً،
بدكم تتداولوا بتلوي، بدكم تنطروا إشارات أكثر من واضحة وأكثر من تكونوا أكيدين منها كرمال نقدر نستفيد من السوق، نقدر نختار أو نتصيد نقاط دخول مميزة. بالنسبة لي هذه الجلسة يعني كنت أنتون جود مورنينج، أهلا وسهلا فيكم جميعا بهذه الجلسة. أنا بتمنى منكم وبتمنى من الجميع طبعا أنه يعني ما يوفرونا، نحن موجودين للخدمة بأي وقت كان على صفحة تكمل العربية على فيسبوك. خلينا ندخل شوي صغير على مدونة تكمل. مدونة تكمل إذا نضغط على اللغة العربية منلاحظ أنه عندي أبلود وعندي أخبار تقريبيا بشكل يومي عم نعملها أبلود. تكلمت على التباطؤ نمو القطاع الخاص في الولايات المتحدة بتدل، وطبعا هذا هو سبب إذا بدكم الفجوات السعرية عن نهاية الأسبوع اللي مضى. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أحباطه من بطء وتيرة التقدم عبر موقع تويتر. يعني عم تلاحظوا قديش موقع تويتر مهم جدا ومهم للغاية بالنسبة لدونالد ترامب، أنه على تويتر ممكن يحرك الأسواق المالية. طيب شو بدكم بعد أقوى من هيك؟ يعني عم بيخلي إذا بدك العالم بأجمعه أنه يقدر يتسمع له، وعم بخلي العالم بأجمعه يقدر إذا بدك يستهابه، كرمال لأنه هو قادر من خلال وتيرة إذا بدكم أو من خلال موقع تويتر عم بيقدر يحرك أسواق المالية وعم بيقدر يخلق نوع من الفجوات السعرية. هلأ هو دونالد ترامب عم بيقول أنه الرسوم الجمركية على الواردات الصينية اللي هي قيمتها 200 مليار دولار سترتفع من 10 إلى 25% اللي هي طبعا الرسوم، من 10 إلى 25% عم يرفع الرسوم على الواردات من دولة الصين اللي هو تلقب من عملاق الشرق. دولة الصين هي عملاق الشرق وعندهم شغل بيناتهم. الولايات المتحدة بتستورد، الاستيراد والتصدير أو التجارة بين الصين والولايات المتحدة من أقوى التجارات العالمية، وهو مصر دونالد ترامب مصر على رفع الرسوم الجمركية. يعني قديش هو مصر على خلينا نقول محاربة دولة الصين اقتصاديا. ورجعت تكلمت شوي صغيرة هون بالنظر على المستقبل، الأجندة الاقتصادية الأوروبية اللي باهتت الأضواء يعني ما حدا عم بركز عليها بقى. يعني بتلاحظوا بالأسابيع السابقة كان عندي أو كانوا عم بركزوا كتير على أوروبا، على بريطانيا، على البريكزيت، على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إذا بترجعوا كم سنة لورا بتلاحظوا أنه كان عندي إيطاليا، البرتغال، قبرص، كان عندي اليونان، الأضواء كانت عليها، على كل هول الدول اللي عم يتراجعوا اقتصاديا ومن المفترض انه يكون عندي اذا بدكم خروج لهذه الدول من الاتحاد الأوروبي. ولكن بتلاحظوا هلأ الأضواء على الولايات المتحدة، على عملاق الشرق اللي هو الصين، على التجارة وعلى المؤشرات الأمريكية اللي هي مؤشر الاسبي 500 اللي عم بيسجل أعلى قمم وقمم جديدة يوم بعد يوم. فبكل بساطة هذه المدونة اللي هي مدونة تكمل ممكن تفيدكم بشكل ضخم جدا إذا في حال فقط تدخلوا وبتقروا إذا بدكم بعض التحاليل الاقتصادية واللي عم نتكلم عليها، إن كان على الاتحاد الأوروبي، على أسعار الذهب، على الدولار كاد، على الدولار النيوزيلندي، على أي شيء ممكن تستفيدوا منه. فهذه هي مدونة تكمل. بالنسبة للكالندر الأجندة الاقتصادية اليوم 7 مايو نهار الثلاثاء، شو عندي بالأجندة الاقتصادية أو بالإيكونوميك كالندر شيء ممكن يكون مهم أو لازم ناخده بعين الاعتبار كاحتياط إذا بتكون من التقلبات. FOMC member speaks jolts job opening اللي هي طبعا خبر على الدولار الأمريكي على الساعة 5 أوكي أو 6 بتوقيت السعودية. فأتوقع أنه هذه البيانات طبعا ممكن تضغط بشكل رئيسي على الدولار الأمريكي ويبتدأ إذا بدكم اتجاه العام الصاعد. فطبعا خلينا نكون شوي متابعين السوق بالنسبة للدولار الأمريكي. نيوزيلندي دولار، نيوزيلندي دولار عنده ريت ستيتمنت اللي هو لكل الأشخاص اللي عنده صفقات على نيوزيلندي دولار بتمنى منهم ينتبهوا كتير 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 من التقلبات أو من التذبذبات اللي ممكن نشهدها، وعند البرس كونفرنس أيضا على عملة النيوزيلندي دولار. هيدا بالنسبة ل طبعا هذه الجلسة كنا مرينا على معظم الأزواج بالعملات الرئيسية، كنا عرضنا أمر معلق بالبيع على الدولار الكندي،
على مستويات 134.50. إذا طبعا تم ارتفاع الدولار كاد إلى هذه المستويات رح نعزز مراكز البيع ونتوقع موجة اندفاعية ضخمة جدا على اليو اس دي كاد إن شاء الله بالاتجاه العام الهابط. أنا بتمنى لكم نهار أكثر من رائع وأكثر من مثمر للجميع. إذا احتجتوا أي شيء ما تترددوا وتزورونا، وطبعا ما توفرونا على صفحة تكمل العربية، أنا وفريق عمل تكمل موجودين لا إلا الخدمة ولا أي استفسار حابين أنه تسألوا عنه. بالنسبة ل يعني المسابقات، طبعا المنشورات أصبحت موجودة على صفحة تكمل العربية وعلى انستغرام. ما تنسوا تدخلوا على انستغرام تعملوا سيرش لتكمل العربية، طبعا كمان تقدروا تستفيدوا بشهر رمضان المبارك من هذه المسابقة اللي عم نعرضها عم نقدمها من شركة تكمل، وطبعا الجوائز عديدة. لكن كنت انتهت هذه الجلسة، بتمنى لكم نهار مثمر وأكثر من رائع. كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهري من شركة تكمل، مباشرة إلى اللقاء.